أعزائي متابعينا الكرام، الانطلاقات مستمرة في هذا اليوم، ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوط جديد من أشواطنا، ألا وهو السابع عشر في مجموع الأشواط الذي أعلنت انطلاقته من خلال هذه اللحظات، وهو مخصصا لاندفاعة الإبكار. هنا نسير مع هذه الأسماء لكي نتابع المراكز المتقدمة الأولى الحاضرة في هذا اليوم مع منافسات سن الحقائق. هنا إلى المقدمة والمركز الأول، هنا تفتتح الإذاعة على مقدمة الشوط الوضيحية علي بن سعيد بن محمد الخاطري، بينما في المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات المتقدمة بهذا الأداء وهذا الاسم أوزان راشد بن سالم بن سليم الزرعي الذي ياتينا بهذا الاسم، بينما في المركز الثالث نقلتنا إلى مشكورة ذياب بن علي بن سالم الرايحي العليلي، ورابعا القادمة بكل قوة إزعاج عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني، بينما هناك في المركز الخامس التقدم من الشايبة راشد بن صقر بن راشد الخيلي يقدم لنا هذا الاسم. المركز السادس مزون سيف بن حميد بن صبيط العليلي الذي يتقدم في هذه اللحظات. المركز السابع الواصل بكل قوة الشايبة سعيد بن سالم بن نايع بن سالم النعيمي، بينما في المركز الثامن القدوم بانطلاقة غارة مبارك بن مطر بن محمد بن حويرب المنصوري. المركز التاسع العنود عشير بن عبد الله بن محمد بن كردوس العامري، وعاشر المراكز هذه هي غارة محمد بن حمد بن سالم الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الأول المكمل للمراكز الأولى. من هنا تحول إلى مقدمة الشوط لكي نتابع المقدمة والصدارة على المركز الأول أوزان راشد بن سالم الزرعي الذي يطلق لنا أوزان على طليعة الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثاني إزعاج عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمري، وهناك القادمة من غيرت إلى صدارة الشوط بهذا الانطلاق، ألا وهي غارة مبارك بن مطر بن محمد بن حويرب المنصوري يقدم لنا غارة في هذا الاندفاع الممتاز. هناك التسلل القادم كذلك من غارة محمد بن حمد بن سالم الاكتبي يقدم لنا غارة في هذا الاندفاع القوي، في هذه الاندفاع الجميلة كذلك الوصول أيضا بوجود مزون سيف بن حميد بن صميط العليلي الذي يتقدم في هذه اللحظة إلى المركز السادس، بينما في المركز السابع الوصول من ندى هيثم بن حمود بن حمد المحاربي يتقدم بشعاره في هذه اللحظات المتميزة، وأيضا من حاف سعيد بن محمد بن فالح الشمسي قادما بكل قوة قادما بهذا المستوى الرائع والمتميز. ولكن نعود بكم إلى الصدارة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء لنتابع هذا الاسم المتقدم إلى المركز الأول، غارة مبارك بن مطر بن محمد بن حويرف المنصوري الذي يشن غاراته بغارة باسم غارة. هذه هي غارة إلى المركز الأول، تقدمت بهذا المستوى، تقدمت بهذا الأداء، بينما المركز الثاني القادم الشايبة سعيد بن سالم بن نايع بن سالم الذي يتقدم، بينما في المركز الرابع الوصول من العنود عشير بن عبد الله بن محمد بن كردوس العامري، وهنا التقدم بدأ بانطلاقة بن حاف سعيد بن محمد بن فالح الشامسي. ولكن إلى أين؟ إلى أين الانتصار؟ هذه الشايبة مع بن نايع سعيد بن سالم بن نايع الاغفري الذي يقدم الشايبة والقادم العنود، وهناك الأسماء الأخرى على المركز الثاني. تقدمت الشايبة راشد بن صقر بن راشد الخيالي بنفس الاسم، هنا على المركزين الأول والثاني باختلاف الشعارات القوية على الصدارة.
الله يا مشكوره دياب بن علي بن سالم الرايح العليلي العليلي قادما بكل قوه الى المركز الثاني. الثالث تقدمت هذه اللحظات شواهين سهيل بن سعيد بن مكتوم الليبي اللحظات الاخيره. الله 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 يا هذه الامتار المجنونه. نتابع هذا الاداء نتابع الصداره بسم الله ما شاء الله. شواهين شواهين سهيل بن سعيد بن مكتوم علي نبي هذا هو علي نبي. ها هم ابناء السلطنه يعلنون هذا الاداء المتميز مع شواهين اسرع من الشواهين. هذه هي الى المركز الاول. سلام يا السلطنه سلام الى مصانع القلوب الى مصانع القلوب. سلام تهانينا الى سهيل بن سعيد بن مكتوم علي نبي على هذا الانتصار. المركز الثاني مشكورة دياب بن علي بن سالم الرايحي. الثالث يذهب الى انطلاقة هذا الاسم الشايب راشد بن صقر بن راشد الخيالي. بينما في المركز الرابع هناك بالانطلاق يذهب الى العنود عشير بن عبد الله محمد بن كردوس العامري. وخامسا الا وهي الشايبه سعيد بن سالم بن نايع بن سالم الغفلي. عوده بالتهنيه الى مالك شواهين سهيل بن سعيد بن مكتوم الينيبي التي انتصرت بالمركز الاول وحققت ذلك الانتصار الكبير في هذا المهرجان الغالي. عوده بالتوقيت الزمني واثناء وصولها الى خط النهايه معانقة الفوز والانتصار. ها هي لحظة الإعادة وأثناء الوصول التوقيت الزمني 5:52 ثلاثة من الإكزامير الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. بينما في المركز الثاني يذهب إلى وجود مشكورة دياب بن علي بن سالم الرايح العليلي 5:54 خمسة من الإكزامير الثانية. المركز الثالث يذهب إلى حضور وانطلاقة الشايبة راشد بن صقر بن راشد الخيالي 5:56 ستة من الإكزامير الثانية. المركز الرابع يذهب إلى حضور العنود عشير بن عبد الله محمد بن كردوس العامري 5:57 سبعة من الإكزامير الثانية. المركز الخامس هناك بالانطلاق يذهب إلى حضور الشايبة سعيد بن سالم بن نايع بن سالم الأغفلي 5:58 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس.